النائب عن سياسة المحاور وتجنيب المنطقة صراعات الحروب وويلاتها، محاور تناولتها قمة عمان الثلاثية وركز عليها اجتماع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بوزرائه. محاور رأى فيها الكاظمي شروطا أساسية لتحقيق الاستقرار في المنطقة، التركيز على البناء الاقتصادي، البدء بخط الأنبوب من حقول الجنوب إلى ميناء العقبة. المناطق الصناعية ستكون كفيلة بأنه ممكن يكون هذا النمو الصناعي أنه ممكن يضع ركيزة مهمة للسلام في هذه المنطقة. شروط ليست ضمن أولويات العراقيين الذين يتطلعون للنهوض بواقع بلادهم الاقتصادي. احنا البلد بحاجة الى الوضع اللي موجود حاليا الراهن، من وباء كورونا الى تظاهرات الى مسألة الطلاب هسه حاليا، واحنا الاهتمام الداخلي ان يكون افضل من الخارج هذا الموضوع. قمة ايضا مهمة ونتأمل بها خير، ولكن لازم اكو توازن بين ما يقدمه للداخل وما يقدمه للمحيط الاقليمي. البيان الختامي للقمة العراقية الأردنية المصرية أكد على تطوير التعاون الثلاثي في قطاعات الصحة والتعليم والطاقة والتجارة، تعاون يصفه خبراء الاقتصاد هنا بغير متكافئ. موضوع الاقتصاد مع هذه الدول اتصور محدود نسبيا، ممكن انه اذا دخلت دول اخرى ممكن يعني يكون الاستفادة اكبر، لكن بشكل عام انه هذا التكتل هو تكتل انفعالي اكثر مما هو تكتل حقيقي. ويبقى العراقيون بانتظار إفاء رئيس الحكومة بوعوده التي قطعها منذ توليه السلطة قبل اكثر من 4 أشهر، مدة شهدت كثافة في تصريحات رئيس الحكومة وتحركاته داخل البلد وخارجه، ولم يلمس رجل الشارع بعد نتائجها على واقعه المعيشي. كما ينتظر الشارع العراقي أن تتحقق ثمار قمة عمان الثلاثية، بأن تتجسد الاتفاقات والتفاهمات والمشاريع التي وقعت بمليارات الدولارات إلى واقع ملموس، لا أن تظل كسابقاتها حبرا على ورق. شفيق عبد الجبار، العربي.